السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا في أولى حلقات برنامجنا وبرنامجكم حكاية جديدة، واللي نتمنى أنه يكون في السنة الجديدة بداية خير وبداية أمل وبداية حياة مليانة حب وتفاؤل وتسامح. كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة وحضراتكم في سعادة، ويا رب يا رب السنة اللي جاية تكون سنة كلها فرح وهنا علينا كلنا. سنة 2023 كانت سنة صعبة قوي، وفيها أزمات مرت علينا وعلى بيوت وناس كتير، لكن مش عندنا بس، دي كانت صعبة على بلاد تانية. علشان كده بندعي ربنا وإحنا موقنين بالإجابة إنه السنة الجاية تكون أحلى وكلها سعادة. السعادة في إيدينا إحنا، إحنا اللي بنقدر نسعد نفسنا، وفي إيدينا برضو نقدر نعيش في تعاسة. لازم نحب بعض ونحب كل اللي حوالينا ونزور أهلنا ونصل الرحم، لأن دي السعادة الحقيقية، ولأنه أهلك لا تهلك. اللي مامته وباباه لسه عايشين بيملك سعادة الدنيا وما فيها. حضن واحد من حضن أمك وأبوك بيديك أمان وطمأنينة ودفى كبير قوي. واللي أبوه وأمه متوفين يدعي لهم بالرحمة ويتصدق عنهم ويزور كل اللي كانوا بيحبوه، هيحس بسعادة قوي، ويمسك في إخواته ويحضنهم، لأنه دول بعد الأم والأب هما الحماية والسند والظهر. خير بداية في بداية السنة الجديدة بنرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، العالم الجليل وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا بفضيلتك يا فندم. أهلا أهلا ومرحبا. فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، القيمة والقامة في مصر والعالم العربي والإسلامي كله، وفضيلتك محدث الأمة، ماذا تقول في مطلع هذا العام الجديد؟ عايزين من فضيلتك دعوة للتفاؤل في ظل هذه الظروف الراهنة الصعبة وظل الأحداث اللي بنمر بيها وبنعيشها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستقبل هذا العام بتفاؤل، ونستقبل هذا العام بأن نولي وجهنا شطر الله لأنه حق. أما البشر فلا يملك بعضهم لبعض شيئا، وها هي ذي أمتنا مرت بأمور كثيرة، منها الجوائح التي نزلت بها، ومنها العدوان الذي صوب إلى قلبها وأحد مقدساتها، إلى غير ذلك من الأمور التي ترينا إلى أي مدى تكون حاجتنا لله، وأن نجدد العهد معه، وأن نجدد الإنابة والتوبة لله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يدعون الإسلام أن نتضرع، والتضرع معناه إخلاص الإنابة لله سبحانه وتعالى. فلنبدأ عاما ميلاديا جديدا بأن نخلص الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لنبدأه بحياة تشرق بنور الهداية والتآلف والتعاطف والتكاتف. ولنعلم جميعا أن رب العزة حين أمرنا بوحدة الصف وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كان يريد من وراء ذلك أن نكون على قلب رجل واحد. وحين أمرنا بالتعاون على البر والتقوى فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كان يريد أن يعطف الكبير على الصغير والغني على الفقير وعلى كل محتاج. ومن أجل ذلك فإننا نستطيع أن نستقبل هذا العام بروح الإخلاص والمودة والمحبة فيما بيننا، وروح الإنابة والرجوع إلى الله بحيث نكون على قلب رجل واحد
مؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإني أوصي الأمة حكاما ومحكومين أمما وشعوبا أفرادا ومجتمعات بأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوبوا إلى الله، وسوبوا إلى رشدكم، وكونوا على قلب رجل واحد، حتى ينظر الله إلينا نظرة عطف ورحمة وحنان، وحتى يخرجنا من ظلمات الحياة الشائكة التي ضاعت فيها قيم وراحت فيها مبادئ وأهدرت فيها مبادئ، وجب علينا أن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله وأن نبدأ سنة جديدة بعهد جديد وإنابة لله سبحانه، لأننا نعيش في عصر لا يمكن أن ينصرنا فيه إنسان ولا مجتمع ولا دولة كبيرة ولا النظم التي تتشدق بحقوق الإنسان وتتشدق بالديمقراطية، وهم يستعمرون البلاد ويقتلون الأطفال والنساء والبقع من الشيوخ. يا أمتنا في كل مكان، كونوا على قلب رجل واحد، اصطلحوا مع ربكم، توبوا إليه وأنيبوا إليه وأخلصوا إليه وتوجهوا إليه، لا تتوجهوا إلى صرف أو قرض، فإن الذين هم يتملكون المال والسلاح الآن، الدول التي تسمي نفسها الدول العظمى ومنظمات حقوق الإنسان، والذين يدعون أنهم يدعون إلى الضمير، مات الضمير عندهم، مات الضمير فلا ضمير. فهؤلاء الذين نشاهدهم بأعيننا صباح مساء على شاشات الإعلام يقتلون ويذبحون ويهجرون من وطنهم، أمر لا تقبله إنسانية إنسان معه عقل بحال من الأحوال. لا يمكن. بحثت عن الضمير فقال: قوم خرافات القدامى في العصور. وقال البعض: كان ومات غدرا صريعا كفنته يد الدهور، فلا تبحث عليه الآن كيلا تبوء برجعة الطرف الحسير، في هذا القوم تملكه ذئاب لهم لفظ مصفى كالنمير، ظواهرهم مزخرفة ترى وفي أحشائهم نار السعير. لقد خدعوك مرات وقالوا سنجبر كل ذي قلب كسير، وها هم قد أذاقونا هوانا فكيف نشك في موت الضمير. مات ضمير أولئك الذين يدعون حقوق الإنسان ويتشدقون بالديمقراطية. فهيا يا أمتنا، يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، يا أيها الإنسان في كل مكان، من له عقل هل يرضى ما يحدث على الأرض المحتلة وفي القدس الشريف؟ اللهم إنا برئنا من حولنا. أعظم كلام لما نسمعه من فضيلتك يا فندم. ونتوجه وحدك يا رب أن تكشف عنا البلاء، اللهم أمين، والفتن اللهم ما ظهر منها وما بطن، وأن تنصرنا على أعدائنا نصر عزيز مقتدر، وأن تنصر أشقاءنا في الأرض المحتلة يا أرحم الراحمين. أمتنا الإسلامية استقبلوا هذا العام الجديد بروح التفاؤل والإخلاص والعودة إلى الله، فإنكم إن تتوبوا يتوب الله عليكم.
عليكم، أعظم وأن كلمة تخلصوا ينجيكم ربكم سبحانه وتعالى. أعظم كلمة من معاليك، وبس أنا هكون طماعة واستأذن فضيلتك في كلمة توجهها للمرأة، بما أننا في قناة هي قناة المرأة العربية. والمرأة هي نصف المجتمع، والمرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة، والمرأة تستطيع أن ينمو في أحضانها عواطف الأطفال الذين يشبون على الشهامة والمروءة ويخرجون إلى سن الشباب بروح كلها تفاؤل. فعلى المرأة أن تخلص لربها أولا، لدينها أولا، لوطنها، وأن تكون صورة مشرفة للمرأة العربية الإسلامية التي وقفت إلى جانب الرجل حتى في أشد الأزمات، وقفت إلى جانب الرجل حتى في المعارك الحربية والجهاد. من أجل ذلك ندعو المرأة اليوم أن تكون صورة مشرفة للمرأة في عهود السلف الصالح، والتي كان لها قدرها ومنزلتها، والتي رفع الله سبحانه وتعالى شأنها في العالمين. بنشكر فضيلتك. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكر فضيلتك الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من كبار علماء الأزهر والأمة الإسلامية كلها، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية برنامجنا، برنامج حكاية جديدة. في كل حلقة بندور على الحكاية، حكاية بتكتبها هي، وبما أننا في قناة هي رفعنا شعار هي مصرية 100%، فحكايتنا النهاردة كلها فن وإبداع وطاقة إيجابية، مع ضيفتنا أستاذة إيناس السمدوني مدربة ومصممة الأعمال اليدوية، وجنة عمرو فاروق فنانة ناشئة. أهلا وسهلا بيكم، جيتولنا بحاجات حلوة وكلها فن وإبداع يعني. الله يخليك، تسلم. في الأول أنا عايز أعرف السادة المشاهدين أنه أنا تعرفت إزاي على إيناس. تعرفت عليها في أحد المعارض ولقيت نور وطاقة إيجابية حلوة قوي طالعة من البارتيشن بتاعها، رحت اتفاجأت بتنوع وجمال المعروض عندها. ففي الأول يعني عايزين نتعرف أول عن عليكي ونعرف السادة المشاهدين، أنت درستي إيه؟ أنا درست بكالوريوس تجارة، كان طبعا أمنية حياتي طبعا أن أنا أدخل فنون جميلة، أنت عارفة التنسيق طبعا ما حصلش، فكانت عندي الموهبة أن أنا كنت أشوف الحاجة وأصممها وبحب أعمل حاجة مميزة. فطبعا في فترة كده ما كانش فيه بقى كورسات وما كانش فيه فيش نت وكلام من ده، ففضلت أخد إيه ميني مع نفسي. طبعا كان مشجع ليا والدي ووالدتي قبل ما أتجوز طبعا، وبعد كده دخلت في الجمعيات، عملت أخدت كورسات كروشيه وتطريز، بس في حاجات أنا فعلا ميني نفسي اتعلمتها. يعني انت ممكن تتعلمي من نفسك بدون يعني من قبل الموهبه موجوده من قبل ما تبقى الكورسات بالظبط كده موجودة. يعني كنت اشوف الحاجه، يعني مثلا في التطريز، تطريز الخرز كنت اشوف بس الشكل، بس اي حاجه جاهزه هتلاقيني في لحظه اعرف اعملها من غير مجرد بس ابص لها، فحسيت ان انا عندي حاجه مميزه، فقلت لا انا لازم انميها واستغل الموقف ده. وفعلا بدات اشتغل على نفسي والحمد لله، اخدت يعني بقيت كل شويه اخد كورس الاقي نفسي ان انا لا في حاجه تانية عاوز اعملها او في حاجه تانية احسن من كده. فبدات بقى اخدت بصي كل حاجه في الاشغال اليدويه، اخدت واير ان في الاكسسوار استخدمته في الاكسسوار، اخدت البردك في النحاس التابلوهات الدق عليه، تطريز كروشيه، اخدت ازياء فاشون تشكيل عن مانيكان، صابون شمع، كل حاجه تتخيليها ولا تتخيليها بعرف اعملها. ريزو طيب طبعا احنا دلوقتي ودخباش. الموهبه موجوده، ده اول حاجه، بعد كده نميناها لان بالزبط. عايزين نوصل للشغف الاصلي اللي عندك، او انت توصلي لحاجه انت عندها. فالكورسات فادتك في ايه؟ الكورسات فادتني ان انا مثلا باجي اعمل قطعه بعملها حاجه مميزه. ازاي بقى؟ يعني مثلا دلوقتي انا عندي زي كروشيه
يعني مثلا ابسط مثال. طب في كروشيه هنا قدامنا الاكسسوري، انت بداتي بداتي بالاكسسوري. بداتي بالاكسسوار. نشوف عندنا القطعه اللي قدامنا، اول قطعه الاكسسوري. الاكسسوري اللي هو اللي فيه التطريز ده، ده تطريز برازيلي. لقيته الاجانب بيعملوه، حاجه نادره وطبعا اقليه قوي لقيته في مصر، يعني صعب. اللي هو انهي اللي فيه ورده، اللي فيه ورده دوت، اللي فيه ورد. البينك. ايه البينك؟ البينك اول حاجه، اول واحد اللي هو اللي فيه التطريز. شايفينه على الشاشه. أيوه، رائع وتحفه. رحت عملت بقى التطريز دوت، فقلت التطريز ده دخله يعني فيه. الورده نفسها ايه؟ تطريز خيط، خيط مستورد، خيط عادي بتاع التطريز. عملت بيه الاكسسوري، يعني عملت القطعه يعني الاول على دخلتي مش الاكسسوري التقليدي اللي احنا عارفينه، انت مدخله بصمتك بالزبط. حطيتي بصمتك في الاكسسوري بالظبط. يعني زي دلوقتي انت شايفه، انت شايفه دلوقتي ان في تطريز، احنا شايفينه اهو. ده تطريز استخدمته في الاكسسوار. فالكورسات اللي انا خدتها كتيره دي، حتى كمان هتلاقي في اكتر من اكسسوار، في تنوع. في بردك عندك واحد تاني. اللي بعديه اللي بعديه دوت، ده ريزو. استخدمت الورده، الورده الكبيره، الورده الكبيره دي ريزو، عملتها ريزو بالالوان. انت شكلك عاشقه للورد. انا بحب الحاجات اللي فيها فرحه وفيها البحر وفيها سعاده وبهجه، انا بحب الحاجه دي قوي. بتدي طاقه ايجابيه على فكره. زائد بردك انا بستخدم في العقاد العقيق واللولي الطبيعي المزارع، في الحاجات دي بتدي طاقه جميله مع التكوينه كلها. وادخل بقى زي ما انت شايفه بردك على الترابيزه. في هو من اول ما احنا بدانا نحط على الترابيزه الحاجات، انا حسيت ان الاستوديو كله اتملى طاقه ايجابيه. بالظبط زي ما انت يعني شايفه كده، يعني في طاقه ايجابيه حلوه قوي. في كتير من الالوان زي ما انت شايفه كده، وتنوع الالوان، وبعدين تدرج الالوان رائع، يعني مريح للعين. الله يخليك. انا بقى ما استخدمتش، في ناس بتاخد كورس تنسيق الوان، انا لا، انا ما خدتش دي، كانت عندي ميزه فقلت لازم استغلها، فاستغلتها الحمد لله في الشغل بتاعي. زي ما انت شايفه كده، هتلاقي في كل قطعه هتلاقي مدخله في، طبعا في حاجات تانية مش موجوده طبعا، يعني هتلاقوها في على الصفحه او اتباعت، فهتلاقي في كروشيه، هتلاقي في تنوع ريزو. حاجات كتير. كتير يعني استخدمت. انا عايزه بقى يعني الفنانه الناشئه جنة عمرو فاروق لبيب. ازيك يا جنة؟ الحمد لله، منورانا بنورك. اسم جميل، وانت جنة واسم فني رائع، وشكل ماما فعلا بتحب الورد فسمتك انت جنة، وانت جنة فعلا. عرفينا يا جنة، انت بداتي امتى؟ من وانا شفت ماما وهي بتشتغل، فعجبني ان هي بتشتغل، فحبيت ان انا اشتغل برضو عشان عجبني ان هي بتشتغل، فرحت قلت اجيب اشتغل برضو، يعني فاهمه، اكسسوار. عشان بداتي بالاكسسوار. عملتي ايه؟ انا شايفه ان انت قلتي لي ان انت عامله حاجات هنا. عملتي ازاي؟ عملته لقيت كده، لما بحب اتفرج على الطبيعه اكتر، فانا زي ماما يعني. ما طلع لها بقى طبعا. في الوان، تناسق الالوان شكلها حلو فعجبتني، فبتطلع مني كده، مني لنفسي، فبتطلع شكلها حلو. اول قطعه جنة عملتها؟ لا، دي كانت لسه ما اتدربتش قوي، يعني فاهمه، ما شفتش الوان كتيره، فكانت مش حلوه قوي وزائد حلوه، يعني فاهمه، بنتعلم. تعليم بقى في الاول. فهي طب شاوريلي على انهي حاجه انت عاملاها، اللي فيها حرف ام اللي انا شايفاه بالشقلوب ولا ايه؟ هو ده اللي محطوط. انا مش شايفه. رائع. تحفه فنيه، تناسق الالوان، انت مدخله الزهري مع البينك. انت اللي بتجيبي ولا ماما اللي بتقولك ده يمشي مع ده؟ لا انا، يعني ده اختيارك انت واختيار الوانك. اللي هو حرف الام، انا عايزه الكاميرا تيجي عليه. اول واحد اللي تحت، اللي على الترابيزه، اول واحد على الترابيزه تحت، مش هو حرف ام برضو انا شايفه؟ دي فراشة ولا دي انا من هنا شايفاها؟ دي فراشه، ده ريزو. هي الجنه في فراشه، طلعت فراشه ده ريزو. لكن التاني اللي تحت ده بتاع جنة. كل اللي تحت ده اللي هو الدور التاني ده. الشغل كله رائع وهو واضح وبيتكلم عن نفسه، فانا يعني مش عارفه، انا مبسوطه بيكم. كملي لي يا جنة، احسن حاجه انت بتعرفي تعمليها ايه؟ الاكسسوري، وفيها برضو حاجه انا كنت بعملها اسمها فيمو، دي ماده كده زي الصلصال بس بتتحط في الفرن، فبتكون صلبه يعني، فانا بشكل برضو فيها اكنها زي الصلصال بالظبط، بس بتنشف بقى بس في الفرن. دي حاجه جديده، انت داخله على الصعب على طول. وانا كنت دي تاني حاجه بعد الاكسسوري.
فانا بشكل واحط مثلا على حاجات كتيره مثلا، بس انا ما جبتهاش معايا، بس هي برضو يعني تحفه هي والاكسسوري ده بعد حاجه تانية بعد الاكسسوري. هي مامي بعت لنا صور هنشوفها، فيمكن يكون ليكي فيها صور، بعت لنا صور انا بقيت يعني مرتاحين، الصور هنشوفها دلوقتي على الشاشه. ده الريزون تقريبا اللي هي البطه دي. ده ايه فكرتها؟ ايه دي؟ دي فكرتها انا عملت حاجه جديده، لقيت كل المصممين بيعملوا المرايه بتاعت العروسه. تمام. فانا قلت اعملها باسلوب تاني خالص للبنوته. يعني دي مرايه عروسه؟ لا انا قلت اعملها البنوته بقى، يعني كله اشمعنى البنانيت والحاجات الانيسات الصغيرين دول ليه ما نعمل لهمش حاجه مميزه؟ فقلت دي تتحط في زي ديكور وفي نفس الوقت مرايه، فبتدي طاقه برضه. ودول شايفين دول على الشاشه؟ دي بردك تتحط بردك بتاعت القطط، تتحط بردك في الاوضه بتاعت الاطفال، ديكور برضو او بنات، يعني تمشي مع كل ده. ريزون؟ كل ده ريزون. ساعة. دي بردك ساعه رائعه بالريزون برضو، وبتمسك بردك الالوان. دي ديكوباج، احنا شايفين منها الديكوباج قدامنا. واحده كمان هنا في الاستوديو. دي الصغيره ودي كبيره، الطويله والقصيره. احنا عارفين ان الديكوباج ده قطع، اللي انا افهمه بقى ان هي قطع بنلزقها جنب بعضها في لوحه فنيه تطلع لنا الديكوباج. وهو اصلا فرنسي. هو الديكوباج هو عباره عن زي اعاده تدوير، بس احنا ايه زي ما انت قلتي الكلمه بتاعتها الاجنبي دي، احنا بدل ما نقول اعاده تدوير بنقول ديكوباج. فانت ممكن تعملي الديكوباج ده على الحيطه، على الازاز. طيب على انا خشب. شايفه الفاز اللي قدامنا ده. دي ازاي اعادتي تدويرها او الديكوباج؟ بس انا شايفه الوان وتناسق الوان فيها. هي فازه ساده خالص. شفت الحاجه المتوحة عندي عملتها. طبعا بردك نفس الحكايه، انا بردك عملت انا اللي شايفينها على الشاشه برضو. الورده طالعه كانها طبيعيه جدا. بالظبط كده، ما انا بقول انا اخترت بقى الالوان اللي حواليها تمشي مع الصوره دي حقيقه. حتى كمان الالوان انا بدات، انا عارفه اللي هو عندي الشغف الالوان ده بحبه. فقلت لا انا لازم اضرب الالوان على ايدي، وفعلا عملتها ونجحت الحمد لله. يعني انت اللي عامله الالوان، تضربي اللون نفسه مش بتجيبيه جاهز؟ لا مش بجيبه جاهز، ده دي حاجه جديده، انت مبتكره يعني. يعني حتى كمان هبان بردك اكتر في الترابيزات يعني. كويس. قلت بدل ما اعمل لقيت الالوان كلها واحده، ولقيت الالوان موجوده كلها في السوق، فقلت لا انا عاوزه اعمل الوان مختلفه شويه. فروحت ضربت الثلاث ترابيزات، تحس ان كل واحده مختلفه عن الثانيه، عشان بردك تمشي مع اي ديكور عصري. ما عملتش مثلا، طبعا معروف الديكوباج هو بيبقى عقيم شويه، عتيق قصدي، او قديم. انا لا قلت اعمله مودرن شويه، غيرته. ما بحبش انا اعمل ايه، احب حاجه تبقى مميزه تنوعي فيه. في ناس كتيره بتحب تبقى مميزه، فانا بستهدف في الايه النقطه دي. احنا شايفين الترابيزه. أيوة. صغيره شايفينها. دي ايه مستخدمه الوان؟ دي الوان ايه؟ لا دي تشكيل بقى الوان على بعضها. يعني انت اللي عاملاها؟ انا اللي عاملاها، دي السر بقى. يعني انت كمان ليكي سر الخلطه بتاعتك زي ما بيقولوا. فانت ليكي سر في الالوان بتاعتك. بالظبط. طب ايه الالوان الحاره او الالوان الواضحه اللي انت مختاراها هنا؟ يعني مثلا زي عندك الموف ده والزيتي، والزيتي ده مش باين قوي شويه. أوكي. بس الموف والزيتي ده يعني زهريين شويه. عندك بردك اللون البيج مع اللون الاحمر في اللي هي الصغيره. عارفه عملت ايه؟ شفت الورده، الرسمه بتاعت الورده، وعملت حواليها اللون اللي ينطق الورده. وساعات بقى تاني يعني ان شاء الله. دي بردك ديكوباج برضو مرايه وحواليها. طب دي مرايه عاديه؟ مرايه عاديه. الديكوباج فين بقى؟ الديكوباج حوالين الالوان، الاطار اللي فيها. الاطار عملتها لون هادي شويه عشان تنفع حاجه كلاسيك برضو. ممكن كويس. تنفع في السبح بقى والماتيريال بتاعها عقيق. دي سبحه عقيق. العقيق هو اللي بيدي طاقه ايجابيه. طبعا. وانت انا متهيالي ان كل شغلك بيدي طاقه ايجابيه، وانا يعني وانا ببحث برضو قريت ان الديكوباج نفسه بيدي طاقه ايجابيه. طبعا. وبيخلي النفسيه في اعلى درجاتها. طبعا، عشان انت بتحطي الوان مع بعضها فبتحسي بمنتهى السعاده. يعني انا بحس، يعني انا اخدت كورسات كتير، لقيت نفسي في الريزون والديكوباج هم قريبين من بعض، بس دي ماده سائله. ايه الفرق؟ الفرق دي ماده سائله وبتنشف. الريزون عباره ماده سائله. تمام. مصلب وماده، تحطيهم مع بعض يقعدوا 24 ساعه يومين على حسب الجو، له معايير معينه. الديكوباج هي الوان برضو بس وقتي، اللي هي بتنشف في الوقت على طول. مش حاجه سايله، فتحس ان انت في دمج الوان. فده بيديني سعاده، تخليكي تحسي ان انت ممكن. على فكره انا ممكن اشوف اللوحه بتاعتي مثلا بحر، انت تشوفيها سما، مع ان هي نفس درجات الايه السما ونفس درجات البحر. ده بيبقى الاساس ايه بقى؟ الاساس اللي جواكي انت حاسه بايه؟
انت سعيده بايه او بتفكري ايه او بتحبي ايه؟ في علم النفس ان انا اشوف الصوره بكذا حاجه. بالظبط. فعلا هو فعلا كده، ودي احلى حاجه. يعني انت ممكن على فكره انت ممكن وانت سعيده تشوفيها حاجه حلوه قوي، ممكن وانت أيوة مش مبسوطه تشوفي حاجه ثانيه خالص. فلا هي بتدي بهجه حلوه قوي. وبرضك زي ما قلت لك برضك بستخدم حاجات جوه الحاجه. يعني عندك مثلا زي صوره عندي هنا في دكوباش، حطيت فيها جبت صوره وعملت فيها العقد صوره عاديه وحطيت الالماس وكانها واحده يعني بتلبس بتدخلي لها حاجات من بره بالزبط. وتبقى هي ده اعاده التدوير او التجواش، تحسي ان الصوره بتنطق. يعني تحسي ان الصوره هتقول انا اهو. حتى بردك الروج حطيت لها جليترز وحطيت لها زقوا البرنيطة لا احنا عايزين نشوف الصورة، يا ريت الكاميرا تجيب على الصورة اللي بتنطق دي. انهي الصورة اللي هي البنوتة دي، تاني واحدة البنوتة. انا شايفة الالوان كلها رائعة. طبعا حد صدف يعني دي مش الوان، حتى لول لا مش الوان، هي طباعة. انا شايفها الوان، هي طباعة عادية. تمام. ايوه الصورة طباعة عادية. طباعة عادية. ورحت انا بقى نطقها بالايه، بالاكسسوري زي ما انت شايفه كده، الريش والصدف والعقيق ما شاء الله واللولي والجليترز، وبعد كده حطيت ريزو. وانا شايفه كمان البرنيطه انت حاطه عليها الشابوه، حاطه عليه وعامله حوالين الصوره الدكوباش عشان تحسي ان ايه الميه بتاعتها الارضيه شبه بعضها. تناسق الالوان بتاعك رائع، يعني دي تحفه لوحدها. هرجع لجنة عمر فاروق الفنانة الجميلة الواعدة. عايزة أقول برضو للسادة المشاهدين، يعني ما ينفعش أن تبقى جنة موجودة، جنة حفيدة أستاذة بهيجة حمام، دي عالم من أعلام القانون في المنوفية، فبنرسل لها أحلى تحية. نناة طول عمرها وإحنا صغيرين في المحاماة يعني كانت عالم من أعلام الأناقة، تناسق الألوان، اللبس. خدتي من نناة حاجة زي مامي؟ وانا بصي انا باخد اكتر عشان انا بشوف ماما بتعمل تناسق الوان اكتر، فاخدت منها اكتر، بس اكيد اخدت حاجه من تيتا، بس اكتري ماما عشان انا بشوف قاعده بقى مع ماما طول النهار. أيوه. في الشغل. طب المعارض اللي انت بتروحيها مع ماما بتستفادي منها؟ اكيد. تستفيدي ايه؟ كنت الاول كنت مش بعرف اتعامل مع الناس كويس، بقيت بقى لما افضل ادخل في معرض فبقيت اتعرف على ناس واعرف اتعامل معاهم، وبقيت اعرف ازاي اتكلم معاهم وكده، وازاي احط حاجاتي امتى وكده، ازاي واحط ايه واعمل ايه، عرفت ذوقهم يعني وكده. جنة انا نسيت اقولك في الاول، انت في سنة كام؟ تانية اعدادي. ما شاء الله. الله اكبر. يعني عارفة فنك وشغلك يدي ان جنة ما شاء الله فنانة كبيرة يعني، لكن مع صغر سنك ده انت بدأتي من امتى؟ بدأت وانا مش فاكرة بالظبط امتى، بس ما انا صغيرة يعني ممكن اقل من 6، مش فاكرة بالظبط يعني الصراحة. بس هو اقل من الاعداديه يعني. واحنا قاعدين بنتكلم قلت لي ان احلى حاجه انت بتحبي تعمليها في الاكسسوري هي العقد. ليه؟ عشان بحسه كده اللي هو حاجه بتتلبس على طول، حتى لو يعني حاجه مش لازم تتلبس فيها، بس فاهمه لازم تتلبس، فانا بحب اعملها عشان بيكون حاجاته تناسق الالوان بيكون فيها اكتر وفيها افكار كتيره، فبحب اعمله. طيب واكتر حاجه في العقد بتعمليها بيبقى من نوع ايه؟ يعني الاكسسوري او الاحجار او الماتيريال اللي انت بتعمليها بتبقى ايه؟ من خرز وربر وحاجات تانية لولي برضو. يعني جنة انت ما خدتيش كورسات؟ لا، انت بتشوفي مامي، فيعني انت بالفطره. ايوه. وكمان عملت في لوحه دخلت في المسابقه في الجمهوريه عملتها، بس انا مش هينفع اقول يعني اسمها ايه يعني لسه وكده. النتيجه ايوه لسه النتيجه ما طلعتش، فمش هينفع احرق يعني. مش عايزين نحرقها، واحنا نتمنى لك يا جنة من هنا ان انت تبقي المركز الاول ان شاء الله بالفن اللي احنا شايفينه. طب معلش ايناس، انا شايفه اللوحه دي، ده ايه؟ بيانو. ايه البيانو ده؟ ده عباره عارفه زي خشب عادي جدا زي اي حد موجود في البيت، فانا قلت شكله خشب كده مش عاجبني، فانا لازم اعاد تدويره. زي ما انت شفتي كده الورد اللي فيه ده، دي مناديل، عارفه المناديل بتاعت اعياد الميلاد ايام. أيوه. زمان هي بتاعت الدكوباش، عملت بيها اخدت بقى الورد زي ما انت قلتي، انا عاشقه الورد فعلا. والفراشات يعني انت فاهم، بس انا بحب الطبيعه اكتر يعني، هتلاقي برضك فيه فراشات. فرحت بقى قطعت بقى حتت معينه ونسقتها وعملت زي ما انت شايفه الالوان دي، فطلعت هي تحفه فنيه يعني على حسب برضك الديكور بتاعك، هتلاقيها برضك داخله في الغروب، داخله في انا واخده تلاقيني واخده درجات البحر، درجات الغروب، درجات الشروق،
رائع. انا كنت مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده جنة، يعني انا حاسه ان انا هقابلك بعد كده وانتي فنانه واعده. ميرسي يا ايناس ان انتي كنتي معانا النهارده، وميرسي على كل الحاجات. انا عارفه ان انتي جايبه حاجات اكتر، ونلتقي ان شاء الله في معارض اكتر وانتي محققه حلمك باذن الله. بنشكر الساده المشاهدين، شكرا جزيلا، ونلتقي في حكايه جديده.